من قيادي في حركة طالبان إلى رئيس وزراء بأفغانستان. محمد حسن أخوند أكبر القياديين سنا في الحركة يحظى بثقتها، فمن هو محمد حسن أخوند؟ نتابع البورتري الذي أعدته أميرة بجدة. حركة طالبان كلفت عناصر من حرسها القديم لتولي مناصب محورية في الحكومة الأفغانية الجديدة التي لم تحظى بعد باعتراف المجتمع الدولي. طالبان أعلنت عن الحكومة التي يترأسها الملا محمد حسن أخوند مؤقتة وليست دائمة، واصفة الملا حسن أخوند بالقائم بأعمال رئيس الوزراء وهو من أكبر قادات طالبان سنا. فمن هو الملا محمد حسن أخوند؟ ولد في قندهار، وتضاربت الأنباء حول عمره بين 65 و75 سنة. يعتبر الملا حسن أخوند أحد مساعدي مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، ويكتسب رئيس الوزراء مكانته من صلته الوثيقة معه. شأنه في ذلك شأن كثير من قيادات طالبان. ترأس أخوند لفترة طويلة مجلس قيادات طالبان القوي المعني بصنع القرار في الحركة، ويعتبره محللون شخصية سياسية منحتها رئاسة هذا المجلس رأيا مهما في الشؤون العسكرية أيضا. كان وزيرا للخارجية ثم نائبا لرئيس الوزراء عندما كانت طالبان في السلطة في الفترة ما بين 1996 إلى 2001. هو خاضع لعقوبات من الأمم المتحدة بسبب دوره في تلك الحكومة. شأنه في ذلك شأن كثيرين في الحكومة الأفغانية الجديدة. عرض على الملا حسن أخوند تزعم الحركة بعد مقتل الملا أخطر منصور في غارة أمريكية بإقليم بلوشستان الباكستاني في ماي 2016، لكنه رفض ذلك واعتذر، وبالتالي تم تعيين الزعيم الحالي للحركة الملا هيبة الله أخوند زادة. ويرأس الملا حسن أخوند منذ فترة طويلة هيئة صنع القرار التي تتمتع بسمعة قوية في حركة طالبان. الملا حسن أخوند يحظى باحترام بالغ داخل الحركة ومقرب للغاية من الملا هيب الله أخوند زاده.